بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وافتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. انتهينا إخواني وأخواتي في الحلقة السابقة إلى إبيكيور أو إبيقور وحجة الشر، لكن ينبغي التنويه بأن إبيقور أيها الإخوة والأخوات لم يكن ملحدا بالمعنى الأول الذي حدده أفلاطون للإلحاد، بمعنى أنه لم ينكر وجود الآلهة. طبعا إلى الآن لسه آلهة، اليونان ليس الإله الواحد، آلهة لم ينكر، بل اعترف بأنها موجودة وتحدث عن تركيبها. والغريب طبعا هو كان إيه؟ كان ديمقراطسيا، يعني كان يتبع إيه؟ ديمقريطوس. كان ذريا، إبيقور كان إيه؟ متأثر بالنظرية الذرية وكان يلتزم بهذه النظرية. والعجيب أنه قدم منظورا ذريا للإله، وقال الآلهة تتكون من ذرات مادية صغيرة جدا جدا جدا، ومتموضعة هذه الآلهة في عوالم وسيطة، في عوالم وسيطة هكذا تخيلها، لكنها ليست تعنى بمسار الإنسان ولا بمصيره. ماذا تفعل الآن؟ وين رايح؟ كذا، وإيش مصيرك؟ لا تعنى. يعني أنكر إيه؟ أنكر العناية الإلهية. فإبيقور ليس ملحدا بالمعنى الأول الأفلاطوني، ولكنه ملحد بالمعنى إيه؟ بالمعنى الثاني، وهكذا إيه جماعته الذين اتبعوه. والشاعر الروماني لوكريتيوس نفس الشيء. يعني يبدو أنه كان لا أدريا، لأنه قال إذا كان هناك ثمة آلهة، فهو لا يستبعد وجود إيه؟ الآلهة. يعني في رسالته الشهيرة حول طبيعة الأشياء، عنده رسالة اسمها إيه؟ حول طبيعة إيه؟ الأشياء، ديرورم ناتورا باللاتينية. قال إذا كان هناك ثمة آلهة فإنها على ما يبدو لا تعنى بالإنسان، لا تأبه بنا. لماذا يقول هذا؟ نفس الشيء، هذا عطفاً على حجة الشر. لو في آلهة كيف تسمح بهذا الشر؟ بالحروب، بالدمار، بالمظالم، بالعدوانات، لماذا؟ فمعناها هي لا تعنى بنا. كيف نجمع بين هذا وهذا؟ كيف نجمع بأن الآلهة موجودة أو الإله موجود وبين إيه؟ نفي العناية الإلهية. هذه نظرة تلفيقية تريح بعض العقول أيها الإخوة، تريح بعض إيه؟ العقول وبعض النفوس. كيف؟ مثلاً لأنه بغير فرضية الإله أو فرضية الرب الخالق لا يمكن فهم إيه؟ الكون، نشوء الكون، كيف نشأ الكون؟ من أين أتى؟ كيف يمشي؟ مستحيل. فنضطر أن نؤمن إيه؟ بالإله، لابد أن نقول. وفي نفس الوقت آمنا به كإيه؟ كخالق الآن، لكن نرى في العالم ماذا؟ شروراً ومصائب ومحناً وبلايا، فنقول كيف يسمح بهذا؟ يبدو أنه غير معتني بنا أصلاً، هو تركنا لأنفسنا، ومن هنا هذا الشر. نحن المسؤولون عن هذا الشر، والطبيعة مسؤولة عنه والأشياء، لكن هو غير مسؤول لأنه لا يعنى بنا. أما لو كان يعنى بنا ويسمح بهذا فنحن سنرفض وسوف نجدف في حق هذا الإله، وهذا برضو غير صحيح. النظرية الإسلامية في العدالة الإلهية وفي العدل الإلهي أحمق بكثير على فكرة، وبكل يعني إيه؟ بكل تواضع، من الصعب أن تعرف حجم ما أسهم به العقل المسلم. طبعاً مش العقل المسلم يعني مدرسة معينة أشعرية أو كذا، لا، بشكل عام العقل المسلم، حتى الفلاسفة الذين ننكر عليهم بعض الأشياء الإسلاميون، لا يمكن أن تعرف حجم ما أسهم به العقل أو العقلية الإسلامية إلا بعد أن تقارنه بماذا؟ بإشكالات وإرادات ومشاكل آخرين. سوف ترى عقل الإسلام عقل قوي ونظيف أيها الإخوة، مش معصوم ومش تام، ولكن عقل قوي جداً، وسوف نرى هذا بالذات في موضوع الإلحاد والسلسلة اللاحقة بإذن الله تبارك وتعالى. نعم، جميل. طبعاً في لدينا إيه؟ البيرونية، بيرونيزم، تحدثنا عنها إيه؟ في مباحث الفلسفة أكثر من مرة، وهي مدرسة شكوكية، مدرسة شكوكية. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنها كانت أيضاً أقرب إلى اللا أدرية، بل أسوأ. الشكوكية قد تكون أسوأ من اللا أدرية. لماذا؟ لأن أي من الشكوكيين من يرى أن الإنسان طبيعة تكون عقله، بنية عقله غير مؤهلة أصلاً أن تعرف. يظن أنه يعرف لكنه يتخوض في ماذا؟ في متاهات وضلالات وأوهام. هذه النزعة الشكوكية سوف نرى آثارها البعيدة كما يقال عند ديفيد هيوم وعند المنطق التجريبي عموماً، ثم عند كانت، الفيلسوف النقد العظيم كانت، نراها قوية طبعاً إيه؟
ومعززة بأدلة ومقارنات، لكن هذا جوهرها. هذا العقل ليس مؤهلاً أن يتعاطى مع كل شيء، الثقة فيه ليست مطلقة، ليست تامة، ليست تامة. واضح؟ نعم. ولذلك هذه النزعة البيرونية، وهي نزعة شكوكية، كانت ترى أن الأفضل صرف النظر عن هذه المسائل أصلاً من أصله. يعني ما تسأل الله موجود غير موجود، إيش بدك في القضايا هذه كلها؟ عليك أن تعيش إيه؟ في حالة راحة وسلام العقل، اسمه peace of mind. احنا بنسميها راحة إيه؟ راحة البال، peace of mind. ريح عقلك، لا تسأل موجود ولا غير إيه؟ موجود. فالآن بعض يعني الشعوب المعاصرة، يقال في اليابان تقريبا نسبة كبيرة من الناس تعيش إيه؟ وفق هذا المنطق، نسبة كبيرة. يقول لك لا يعنيني أن أعرف أنه موجود أو غير موجود، أنا يطلب راحة بالي، هذا يريد أن يعيش وأن يتمتع وأن ينام وأن يقوم وأن دون إيه؟ أن يصدع دماغه. أثاراكسيا تسمى إيه؟ باليونانية الأثاراكسيا، أثاراكسيا راحة البال، يعني راحة البال، ريح دماغك. إحنا نقول وجع دماغ العربية، هذا هو peace of mind، ريح دماغك ما تسأل. هذه نزعة إيه؟ نزعة شكوكية، نزعة شكوكية أسوأ من اللا أدرية، لأن اللا أدري قد يكون بذل أي جهدا عقليا جبارا، وفي النهاية بلغ إيه؟ في نقطة المنتصف وقال المسائل متكافئة، لا أعرف. هذا محترم على الأقل، لكن هذا أبدا، وهذا لا يليق بالإنسان. أكثر ما لا يليق بالإنسان أن يعطل الإنسان ماذا؟ عقله. وطلب الأتراكس هذه وراحة البال لا يبرر ويعد يعني شيئا طبيعيا أو محترما إلا بعد استنفاذ الوسع والجهد في دراسة هذه المسائل. تدرسها في الأول أنت، وبعدين يثبت لك عقليا فلسفيا أنها مستحيلة، مقاربة هذه المسائل مستحيلة، مثلا كالوضعية المناطقة. قال لك هذا كلام فارغ، سوف نرى طبعا لسه في اللمحة التاريخية. قال لك البحث في هذه المسائل كله بحث فارغ، وهذه المسائل الأقوال كلها فارغة فيها أصلا. يعني الله موجود في المنطق الوضعي تساوي الله غير موجود، نفس الشيء، الله موجود الله غير موجود، لا ندري نفس لماذا. طيب لك هذه العبارات كلها فارغة، مش صادقة ومش كاذبة، لا يمكن التحقق منها، وشرحنا هذا في دروس الفلسفة سوف نعود إليه. فلذلك كله كلام فارغ، وجود الله يساوي عدم وجوده، الإلحاد يساوي الإيمان عندنا، قالوا كله كلام فارغ. لكن هذا موقف فلسفي، موقف فلسفي، وأسسوه على دراسات خاصة في التحليل، والتحليل اللغوي خاصة، ودائرة فيينا وفيتكنشتاين، وقصة كبيرة. يعني هؤلاء بقدر احترمهم مبدئيا، مش احترم اللي طالب لي ايش راحة البال من غير ايه ما يبدو الخطوة واحدة، من غير ان يمشي خطوة واحدة على الطريق. وكذلك انا طالب اقول له انت اشبه بالانعام، انت اشبه بالانعام، الانسان هو الكائن المفكر، الكائن المفكر، فكر في البداية ونشوف. كانت كيف لا احترم كانت انا لما يقول لي لا البحث لا مستحيل؟ كانت قال كلام فارغ، عقلك بنية العقل، بنية العقل غير مؤهلة أصلاً أن تتعاطى مع أي مسألة من مسائل الميتافيزيقا. الميتافيزيقا كلها أوهام وكلام فارغ معناها، العقل غير مؤهل، والمعارف كلها إما تحليلية وإما تركيبية. التحليلية يقينية كالمنطق وكالرياضيات، يقينيات هذه لأنها تحصيل حاصل، تاوتولوجي. وأما التركيبية وهي التي تضيف معلومات جديدة كالاستقراء مثلا، والعلوم التجريبية، العلم الحديث كالعلم، قال هذه ترجيحية لا تعطي يقينا رياضيا أو منطقيا، ولكنها جيدة، تبارك الحياة وتثمرها وتفيد. أما ما عدا ذلك من مسائل الميتافيزيقا، العقل لا يستطيع أن يخوض فيها من أصله، فعاجز. فاللي يقول لك أقدر أثبت لك وجود الله عقليا، يقول أنت جاهل. أمين كانت أنت تهرج بما لا تعرف، إيه تثبت وجود الله عقليا؟ مش صحيح. فأنا بحترم موقف كانت وأختلف معه طبعا، وسوف نضحضه ونحاول أن نضحضه، لكن بحترمه لأنه موقف فيلسوف درس عشرات السنين وانتهى إلى هذه النظرية. بحترم هذا الموقف، مش الموقف إيه؟ البيروني، موقف طلب الدعوة وطلب إيه؟ راحة البال الفارغ، هذا من غير أي ثمن، من غير أي ثمن. نعم. طيب نترك الحقبة الكلاسيكية هذه القديمة، ونأتي الآن إلى العصر الوسيط، العصر الوسيط. العصر الوسيط الإسلامي لن أطول في الكلام عنه، لأنه كما قلت لكم يا إخواني، العصر الوسيط
الإسلامي لم يعرف الإلحاد بمعنى إيه؟ نفي إيش؟ الربوبية، نفي وجود الله تبارك وتعالى، لم يعرفه لا، وإنما عرف الإلحاد كما قلت لكم بمعاني أخرى، الطعن في النبوات يعني في الرسالة، والطعن أيضا في ماذا؟ في تصور معين لله الذي أتى عبر ماذا؟ الوحي والرسالة، يطعنون فيه أيضا. الله ليس كذلك، هذا الكلام غير صحيح، لا يؤمن. فلديهم تصور أقرب إلى إله الفلاسفة منه إلى إله مين؟ المتدينين. هذه طبعا إيه؟ لا أقول معضلة، لكن هذه إحدى المشكلات التي أيضا إيه؟ صدعت وأرقت الدماغ والضمير الغربيين، اللي هو التوتر والاستقطاب بين إلهين، تصورين للإله، إله الفلاسفة، وطبعا هذا متحرك أيضا يعني إله أفلاطون غير إله إيه؟ أرسطو، ولا مش صحيح؟ إله ديكارت غير إله سبينوزا تماما، إله لايبنيتس ومالي برانش كوندياك وديكارت متقارب، سبينوزا مختلف، وهذا إله وهذا إله، إله كانت الذي قال به لضرورات أخلاقية وعملية فقط يختلف عن كل هذه الآلهة، إله هيجل الجايست أو الروح المطلق هذا يختلف تماما، وهكذا. لكن هذا إله الفلاسفة، ولدينا إله إيه؟ إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويسوع المسيح. هذه مشكلة، كذلك هذه كانت إيه؟ مشكلة في الإسلام، هناك مؤلهة لكن على طريقة ماذا؟ الفلاسفة، يعني الفارابي حتى وابن رشد الكندي ابن سينا على طريقة الفلاسفة مؤلهة، لذلك افترقوا على القرآن وعن الوحي في أشياء معينة أخذت عليهم. والنبوات كما قلت لكم، محمد بن زكريا الرازي مثلا طعن إيه؟ طعن في النبوات، قال هذا النبي إذا بعثه الله سيبعثه بأوامر ونواهي وتشريعات، هذه الأوامر والنواهي والتشريعات افعل ولا تفعل حلال وحرام، هل العقل يستطيع أن يعرف وأن يبرر ما أتى به النبي منها أو لا يستطيع؟ إن قلنا يستطيع العقل فلا حاجة لنا بها، إيش بدنا فيها؟ ما هو العقل بيعرف، ليه متعب نفسه يعني إيه؟ هذا النبي ويقول أن افعل ولا تفعل، هذا كلام مين؟ الرازي. وإذا كان العقل إيه لا يستطيع فهي غير معقولة، كيف يكلم بها الكائن العاقل؟ هردها كمان، شوف هكذا يحاجج، وهذه حجة هندوسية كما قلت لكم، هذه حجة إيه؟ هندوسية. ولذلك إيه؟ رفضوا النبوة، ومن هنا إلحاد إيه؟ محمد بن زكريا الرازي، ورد علمائنا عليه، ورد علمائنا عليه. ابن الراوندي نفس الشيء، طعن في النبوة وطعن إيه؟ في القرآن في الاثنين، وله كتب في ذلك، وله إيه؟ عنده كتاب اسمه مخاريخ القرآن، مخاريخ القرآن، تخيل، والعياذ بالله، مخاريخ القرآن، هكذا، أنكر النبوة وأنكر إيه؟ ابن الراوندي، ولكن أثبت وجود الله، الله موجود قال لك، وخالق الكون، وخالق الإنسان، فهو ملحد إيه بمعنى وليس ملحداً إيه؟ بمعنى، من هنا كما قلنا صعوبة تعريف الإلحاد، والزندقة، تداخل عندنا الإلحاد مع الزندقة كثيراً إيش؟ في السياق الإسلامي، أبو العلاء المعري بأي معنى إيه ملحد طيب؟ لو أردنا الحين أن نصنف هؤلاء وفق تصنيف إيه؟ وفق تصنيف أفلاطون، ولا واحد منهم ملحد بالمعنى الأول، ما فيش عندنا شخصية إسلامية أنكرت وجود الله من أصله، ما فيش أبداً، انتهينا من هنا، ولا واحد. اثنين، من ملحد إيه بمعنى إيش؟ إنكار العناية الإلهية، الفارابي، ابن سينا، ابن رشد، أكثر الفلاسفة قال لك الله ما بتدخل في الخلق، خلق متركون لأنفسهم. كمان من أنكر النبوة والرسالة والوحي أنكر ماذا؟ العناية الإلهية، على الأقل في شطر معناها، في شطر معناها. محمد ابن زكريا الرازي ملحد بهذا المعنى، ابن الراوندي ملحد بهذا المعنى، أنكر ما في ضرورة للنبوة والرسالة وما في وحي نزل، انتهينا. إذن هو ينكر إيه؟ العناية في هذه الحدود، في هذه الحدود. طيب الآن الإلحاد بالمعنى الثالث، تقريب القرابين، المعري مشهور ما كانش يحب المعري، حرم على نفسه ذبح ماذا؟ لا كل ذي روح، أي شيء فيه روح محرم عنده، كانه متأثر بالفلسفات الهندية بالجينية وغيرها، قال لك أي شيء فيه روح لماذا تذبحه؟ لماذا إيه تزق نفسه؟ لا يجوز قال. ولذلك لما إيه لما قيل له يعني فلان اعتل أو مرض، وصفوا له إيش؟ فروجة أو ديكان، فقال استضعفوك فوصفوك، هلا وصفوا شبل الأسد، يصفوا ابن الأسد علاجا.
فكان ضد هذه الأشياء، فهو ملحد بالمعنى الأفلاطوني الثالث، وهو السخرية من ماذا؟ من القرابين والأضاحي وتسيح الدم، هذا تقربا للآلهة، ملحد بهذا المعنى. لكن ليس لدينا في السياق الإسلامي ملحد بالمعنى إيه؟ الأول، يعني إثيست، إثيست مع الناجي، إثيست ما في بالمعنى إيه؟ الثانية موجود لدينا، واضح؟ نعم. نأتي الآن إيه؟ إلى أوروبا. طبعا في البداية أيها الإخوة، في بداية العصور الوسطى مستحيل أن تجد في أوروبا إيه؟ رجلا إيه؟ ملحدا، مستحيل. لماذا؟ السلطة المطلقة كانت إيش؟ للاهوت والميتافيزيقا، وهذه أحكمت قبضتها على الفكر الإنساني. واحد يستطيع أن يخرج إيه؟ عن هذا النطاق، مستحيل. لكن بعد ذلك بدأت إيش؟ الحركات المعروفة والحركات إيه؟ الهرطوقية، الهرطقة، الهيرسي. يعني إيه معنى هرطقة؟ بكلمة واحدة حتى من ناحية لفظية، البدعة، البدعة الاعتقادية. أي بدعة اعتقادية تسمى ماذا؟ هيرسي، هرطقة. ولك هرطوقي أو مهرطق، هرطوقي إيه؟ أو مهرطق. والهرطقة كانت تعامل تقريبا كالإلحاد، قتل، إعدام، شنق، حرق، وطبعا يعني وبدع عشرات ألوف الناس، بشكل زي البيجينز يعني هذول، في فرنسا بشكل مخيف وفظيع بسبب بدعتهم وهرطقتهم. كان لا يتسامح البتة مع الايه؟ مع الحركات الهرطوقيه. لكن لما زادت وكذا كذا في الاخير بعضها اخذت حتى اي صيغه اصلاحيه فرضت نفسها، وبعضها ابيدت من عند ايه؟ من عند اخرها، من عند اخرها. من ضمن ربما هذه الحركات او هذه النزعات الهرطوقيه نيكولا او نيكولاس كوزا في العصور الوسطى طور فهما يمكن ان يقال انه فهم هرطوقي للإيمان بالله تبارك وتعالى، شكل من أشكال الإيمان. سماه ماذا؟ سماه التعلم الجاهل أو الاعتقاد الجاهل، إغنورانتا دوكتا باللاتينية. إيش هو يعني؟ يقول كفاءة اللغة مثل مدرسة فيينا، دائرة فيينا، وفيتكنشتاين، والتحليل اللغوي نفس الشيء. كل شيء، كثير من الأمور لها أصول دائما في التاريخ، سبحان الله، أصول أفكار مهم جدا، دراسة تطور الأفكار. يقول كفاءة اللغة وكفاءة العقل الإنساني تعجزان عن التعاطي مع هذا العالم المتساهل. يقول أنا بالعقل تتعاطى مع الله وأعبر، لا تقدر تتعقل ولا بتقدر إيه تعبر. طيب إيش مطلوب مني يا كوزا؟ قال لك الإيمان، تؤمن وخلاص، تسلم. الإيمان ضرب من ضروب إيه؟ التسليم. في ناس قبلك أنبياء وقديسون ومكرمون خاضوا هذه التجربة وثبت لديهم 100%، وهذا ما فيه يقين، سلم بهذا الإيمان. الإيمان واضح؟ هذا هو إيش؟ الاعتقاد الجاهل أو الجهل المتعلم. ويليام الأوكامي، ويليام الأوكامي القرن 13 الميلادي، للأسف الشديد بموقفه الإسماني نومناليست نستطيع أن نقول إنه خطوة لغير صالح الإيمان، لغير صالح الإيمان. طبعاً في وقتي من الصعب قراءة تضمينات الإمبليكيشنز، تضمينات هذه الخطوة الفلسفية. أول شيء ما معنى إيه؟ الإسمانية، نومناليزم. طبعاً حضروا معنا دروس الفلسفة عدة مرات يعرف هذا الشيء مليح، وعملنا حلقة كاملة لدحض الإسمانية بالحجج العقلية، أتينا على كل حجج إيه المذهب الإسمي أو الإسماني، نومناليزم. لكن باختصار للتذكير، ليس هذا موضع شرح، المذهب الإسمي أو المذهب الإسماني هو المذهب ببساطة الذي ينكر وجود المفاهيم الكلية، يعني المعقولات، لأن المعقولات مفاهيم إيه؟ كلية. بمعنى مفهوم الكوب، مفهوم القلم، مفهوم الإنسان، مفهوم المسجد، مفهوم السقف، كل هذه المفاهيم مفاهيم كلية. في الخارج لا يوجد شيء اسمه السقف، يوجد هذا السقف، هذا هذا صح؟ وذاك السقف. أما السقف كمفهوم كلي ينطبق على هذا وذاك 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 مش موجود في الخارج ولا فيه. عمرنا شفنا إيه السقف هكذا مثال السقف يعني الأفلاطوني؟ مستحيل. عمرنا شفنا إيه الكوب ولا شفنا هذا الكوب وذاك الكوب؟ الموجود في الخارج وفي نفس الأمر ماذا؟ أفراد، أفراد متشخصة متعينة، هذا الكوب وذاك الكوب كذا، هذا هو، ما فيش اسمه الكوب. الموجود في الخارج هذا الإنسان وهذا الإنسان، مش الإنسان هكذا كمفهوم جنرال تيرم أو مفهوم كلي. كويس.
في الخارج ما في إيه؟ بس في الذهن. قال لك لا، هون المصيبة عاد. قال لك وفي الذهن ما فيش حتى مفهوم كلي. قال لك ما في. وطبعا أتوا هنا بالأدلة الفلسفية على ذلك عاد. ومنهم من الإسبانيين المتأخرين ديفيد هيوم، ونقشناه إحنا إذا كنت تذكرون، نقشناه وردنا عليه ردود قوية، لكن هو قارب المسألة بطريقة أخرى، بطريقة إيه؟ أخرى، طريقة الاشتباه والتخيل، وأجبنا عنها. المهم فهم باختصار دون طبعا الدخول، لأنه هذا ليس أي مسألتنا، قال لك حتى في الذهن لا وجود للمفهوم الكلي. إيش الموجود؟ قال لك الموجود أسماء فقط. عندك اسم اسمه الإنسان، الإيه؟ الفرس، الكتاب، النبي، الشمس، القمر، النجم، الكوكب، الكاميرا، السجاد، مفاهيم كلها لا. قال لك الموجود منها فقط الأسماء، إن هي إلا أسماء سميتموها، هي مجرد أسماء وألفاظ لا وجود حقيقي لها لا في الذهن ولا إيه ولا في الخارج. هذه مسألة خطيرة. هتقول لي ليش خطيرة؟ خطيرة جدا، لأنك إذا أنكرت المعقولات والمفاهيم الكلية واكتفيت فقط بوجودها كأسماء وألفاظ، أنت أنكرت قدرة الإنسان على ماذا؟ على التعقل بالمعنى الفلسفي. بالمعنى إيه؟ الفلسفي. وهذا بعد ذلك سوف نرى له انعكاسات خطيرة على قضية إيه؟ الإيمان والبرهن عليه كمان. فهي الأسف ويليام الأوكامي بهذه النزعة الإسمانية خطأ خطوة إيه؟ لصالح المادية ضد الميتافيزيقا. ما في ميتافيزيقا بغير مفاهيم كلية، انتبهوا باختصار. يعني ما فيش فلسفة ميتافيزيقية إذا أنت ضربت إيش؟ المفاهيم الكلية، انتهت الميتافيزيقا خلاص. هو ضرب هذا إيه؟ بالنزعة الإسمية، بالنزعة الإسمية. وذهب طبعاً مؤكداً أنه لا يمكن للعقل البشري أن يتعاطى مع الجوهر الإلهي. قال ما فيش مناسبة، ما فيش إيه؟ مناسبة على الإطلاق. وبهذا لاحت لدينا بوادر الانقسام بين العقل والإيمان. شوفنا كيف عند إيه؟ كوسة، وكيف عند مين؟ عند الأوكامي. قال لك أنت إيه؟ تتعاطى مع هذه الأشياء بالإيمان، بالفيث. فدخلنا في حالة استقطاب، العقل في جهة والإيمان ثنائية الآن، العقل والإيمان كأنه نوع من التضاد. يعني مش كأنه إيه؟ العقل سبيل للإيمان، وسيلة في... قال لك لا، العقل ضد الإيمان. وبدينا إيه؟ نسمع أيضاً إيه؟ كلمات مثل إيه؟ أنا أؤمن لأفهم، مش أفهم لأؤمن. لا، يمكن أول من حاول يعكس الآية هذه أنزل من كانتربري، صاحب البرهان الوجودي، وكان هو طبعاً يؤكد دائماً أنني أؤمن لأفهم، لكن بالبرهان الوجودي عمل خطوة معاكسة، بيحاول يفهمك عشان تآمن، وهذا متطور كان كويس عكس هؤلاء. البرهان الوجودي ألخصه كده بكلمة واحدة، هنحتاجه في البرهان على وجود الله ونقيمه، وكانت ذكره ثم إيه ضحضه بطريقته. أنزلم إيش قال؟ قال تعال فكر أنت، بتشوف فيه أشياء كبيرة وجليلة، وبتشوف ما هو أجل منها وما هو أكبر منها. في الأخير رغما عنك بالضرورة ينتهي الذهن إلى تصور شيء موجود هو أكبر من كل كبير، أكبر شيء ممكن تصوره، أعظم شيء ممكن تصوره. قال لك هذا والله إذا ما أمنتش به بتكون نقضت نفسك، لأنه الذهن من غصب عنك رغما عنك يذهب دائما إلى إيش؟ إلى تصور أكبر كبير، لا شيء أعظم شيء هو هذا، ما من كامل إلا ما إيه؟ إلا هناك ما هو أكمل. فإن وصلت إلى الأكمل قال لك هذا هو الله. إذا اقتنعت أن الذهن بفعل هيك وبعدين قلت لا الله غير موجود، بتكون نقضت نفسك، فالله موجود. قال بضرب واحد اسمه البرهان الوجودي، وهذا كان برهانا جميلا في العصور الوسطى وأقنع كثيرين من الناس والفلاسفة أيضا إلى أن جاء كانت ودحضه. لكن لنا ملاحظات على إيه؟ على كلام كانت، لأنه كانت يعني حتى ناقشه من زاوية معينة لا بفهم بسيط أضعف من البرهان نفسه. كانت كأنه اعتقد، يعني اعتقد أنه بمجرد أن تتصور شيئا فهذا ضمان إلى وجوده. لا، البرهان أعمق من هيك. وأنا الآن بقدر أتصور مثلا جزيرة من زئبق بس مش شرط تكون موجودة، بقدر أتصور جزيرة إيه؟ نفترض مثلا إيه من زمرد بين مثلا مجرتين في الكون وتطفو بينهما، هل هي موجودة؟ مش موجودة. فكان قال إيش هذا؟ لا مش هيك البرهان على فكرة، لكن هذا نتركه إيه إلى المجابهة إن
نشوف كيف يمكن أن ندافع من طرف طبعا مش بشكل تام لأنه هذا البرهان مش يعني إيه في تلك القوة ولكن من البراهين القوية إلى حد ما برهان أنزل هذا حاول يعكس المسيرة لا بحاول أفهم عشان أؤمن كمان وإلا أنا عموما قال أنا أؤمن لأفهم بس بدي أعطيك برهان تفهم عشان تأمل ساعدك شوية هذا أنزل هذول عملوا العكس هذه الاستقطابية ثنائية العقل الإيمان للأسف أثرت بعد ذلك على جماعة من كبار اللاهوتيين ويكليف جون ويكليف هس أثرت على هس أيضا وعلى مارتن لوثر هذول إصلاحيون كبار أثرت عليهم ثنائية إيش العقل والإيمان رأيناها تتردد أيضا مع سورين كيركيجور كيركيجور قال كل ما تحاول تفهم أكثر يضعف إيمانك الإيمان طفرة مغامرة قفزة في المجهول عليك أن تقفز هذه القفزة نحن كمسلمين لم نعتد على هي على هذا المنطق صحيح؟ لم نعتد على هذا المنطق مع أنه هذا المنطق ليس باطلا تماما فيه شيء من الحقيقة في نهاية المطاف كل إيمان لابد أن يكون في جزء ماذا؟ تسليم وجزء يعني كما سماه باسكال رهاني نوع من الرهان بدي راهن عليه أما تقول لي أنه الإيمان سأبرره كله عقلي كلام فارغ كله ومئة في المئة ويقين لا تستطيع ما في في شيء تسليمي في الأخير في شيء مراهنة هكذا بدي راهن عليه في حدس داخلي في نور القلب وهذا مهم جدا انتبه كما قلت لك إياك أن تتكئ إلى آخر مشوار على العقل وبراهين العقل لازم يكون في إيه نور ذاتي ومن لم يجعل الله له نورا فما له نور هذا مهم جدا جدا تمام طبعا عصر النهضة رينيسانس البعث الجديد الميلاد الجديد بالضبط يعني الرينيسانس الميلاد الجديد هذا العصر أيها الإخوة يعني ساهم في توسيع نطاق التفكير التشكيكي التساؤل طرح تساؤلات جديدة وطرح مقاربات إيه جديدة فمثلا المهندس والرسام والمخترع ليوناردو دافنشي هذا الرجل طرح التجربة كوسيلة من وسائل البيان والإيضاح قبل ذلك هذا غير معروف في السياق الأوروبي التجربة ليس لها قيمة السياق الأوروبي الذي كان محكوما إيه بالنظام الفكري لأرسطو قبل ذلك كان محكوما بالنظام الفكري لأفلاطون في المرحلة المتقدمة لكن بعد ذلك حتى انتهى كان تحت هيمنة أرسطو أرسطو لا يقيم وزنا إيه كثير للتجربة يعرفها أرسطو ومارسها على فكرة يعني برضو أرسطو ظلم مارسها حتى في حديقته عن نباتات وعلى حيوانات ليس كما إيه يعني كان يردد ولكنه لا يقيم لها وزنا كبيرا أرسطو يقيم هي إيه أعظم وزن لماذا للعقل والتأمل والتفكير وليس إيه العمل اليدوي مع أنه يعرفه فدافينشي قال لك لا التجربة محترمة وسنعتمد عليها وسيلة وسائل الإيضاح يعني بعد قليل ستصبح وسيلة وسائل ماذا؟ البرهنة بعد ذلك في النزعة العلموية ستصبح الوسيلة الوحيدة تقريبا ما في كل ما يمكن التحقق منه تجريبيا لا وجود له لا قيمة له كارثة هذه لكن هذه البداية كانت إيه؟ مع ليوناردو دافينشي ليوناردو إيه؟ دافينشي طيب نفس الشيء طبعا إيه؟ صار في الخط هذا طرح مقاربات جديدة نزعات شكوكية تساؤلات تشكيك في السائد تشكيك حتى في النظام القيمي الأخلاقي الأمور كلها مترابطة خاصة نظام القيمة ونظام الأخلاق مترابط جدا بالنظام إيه؟ بالنظام العقدي سيستم أوف بيليف نيكولا ميكافيلي في الأمير وفي المطارحات معروف ماذا قدم هذا الرجل هذا شكك في إيه؟ في النظام القيمي لكن على مستوى إيش؟ السياسي وله التظاهرات الاجتماعية دون أن يلوي إيه؟ على شيء وغير هؤلاء أيضا نأتي الآن إلى إيه؟ الإصلاح الديني الإصلاح الديني في القرن السادس عشر وما تلاه الإصلاح الديني ساعد على ماذا يا أخواني؟ ساعد على طرح وجهات نظر متعارضة داخل إيه؟ الدين الواحد المسيحية الأول كان في عندنا إيه؟ الكنيسة الرومانية إيه؟ يعني الكاثوليكية خلاص انتهينا قالك لا كان في عندنا إيه؟ كاثوليك لدينا بروتستانت داخل البروتستانت في أجنحة الحين إيه؟ مختلفة أيضا لدينا يجون كلفن ولدينا مارتن لوثر في البداية وبعدين تشعبات هذا ساعد للأسف على إيه؟ على الجرأة على الدوغمة الدينية ومساءلتها هل فعلا يعني
صحيحة؟ هل قطعية؟ هل هي مبرهنة يا أخي؟ هم يختلفون، هم يختلفون. بالمناسبة من ضمن حجج محمد بن زكريا الرازي لدينا في الإسلام لدفع النبوات والرسالات تناقض الأنبياء، قال الأنبياء والرسل متناقضون، واحد بحلل واحد بحرم، ويزعمون أن المصدر واحد، إذن كذب ما في رسالة، هكذا بكل بساطة. ما حطش احتمال إيه؟ أنهم يتناقضون في الفروع مش في إيه؟ مش في الأصول، بفضل الله القرآن دقيق هنا. والتناقض في الفروع بالعكس يحمد ولا يذم. لابد أن الشرائع تختلف من مرحلة إلى مرحلة. بين نبي ونبي نفترض إيه؟ 1000 سنة أو أكثر أو أقل، لابد تختلف التشريعات. ما المشكلة يعني؟ ما الذي ينكر في اختلاف التشريعات؟ ولكن في التوحيد في أصول الاعتقاد كلهم على إيه؟ على قول واحد، فلا يتناقضون، غير صحيح. يعممون حجج هكذا. فنفس الشيء الآن الإصلاح الديني كما قلنا أتاح إيه؟ أتاح يعني مداخل جديدة لمساءلة الدوغما الدينية والعقائد الدينية بسبب ماذا؟ التنوع، هذه التشكيلة الواسعة إيه؟ من الآراء والاختلافات كذا إلى آخره. تمام. في نفس الوقت طبعاً بدأنا نرى جهوداً فلسفية جديدة لها أصولها ولكنها في النهاية جديدة في إيه؟ في البرهنة على وجود الله، مع ديكارت مثلاً، مع ديكارت. ديكارت برهن وجود الله بطريقته الخاصة، بطريقته الخاصة، آمن مثلاً بوجود الأفكار الواضحة بذاتها والفطرية والتي لا يطلب عليها برهان، بل هي أساس البرهان، واضح؟ وانطلق منها لإثبات إيه؟ وجود الذات الإلهية. وهو في النهاية يرى أن وجود الله تبارك وتعالى هو الضمانة للتفكير الصحيح عند الإنسان، هو الضمانة. عجيب يعني. طيب، وبعدين رأينا الديكارتيين الذين خرجوا من عباءة ديكارت، ساروا إيه؟ في نفس الطريق، لكن ديكارت ولد نقيضه، ولد نقيضه. ممكن أن يعتبر سبينوزا نقيض لديكارت. سبينوزا لم يؤمن بالإله المفارق الذي يمكن أن يقام إيه؟ برهان وجوده على حجج عقلية. قال لا، لا حاجة بنا لإله مفارق متسامي. تطور الفكر الديني يا إخواني عبر البشرية حتى من الفترات البدائية يؤكد دائما، للأسف هذه قراءة المسألة هذه يعني، يؤكد دائما أن الإله إذا تم تصويره على أنه متسام تماما وعال تماما يفقد، يفقد، يكفر نسبه. يعني لازم لازم الإله يثبت تدخله إيه؟ لكن المشكلة الآن المفارقة ديليما في الأديان، حتى الأديان التوحيدية، هذا الإله يتدخل في الشأن الطبيعي والإنساني أحيانا بأسلوب سافر وبأسلوب ينتهك حرمة القوانين إيش؟ الطبيعية والاجتماعية. هذا يرفضه العقل الفلسفي الجديد، لا، العقل العلمي يرفضه تماما. خلنا في مشكلة، إن آمنا به متساميا متعاليا نفينا ماذا؟ بالكامل طبعا، بالكامل نفينا العناية والتدخل، ففقدنا الحاجة إليه، لا نريده، إيش بدنا فيه؟ ما نحتاجه. هذا كما قلت لكم حتى في دراسة الأديان البدائية ثبت هذا، في دراسات دقيقة ولطيفة جدا جدا تثبت لك كيف أن قوما معينا عبدوا هذا الإله، وبعد حين أكدوا أنهم فقدوه. متى؟ في اللحظة التي جردوه فيها، أعطوا كامل التسامي والتعالي ففقد خلاص، وعادوا إيه؟ إما إلى وثنية شركية أو غير ذلك. هذا يحدث في التاريخ ويتكرر سبحان الله. لذلك وين نقطة الاعتدال، الوسط الذهبي؟ حنشوف مساهمة القرآن في الناحية هذه. دكتور مسيري في جلساتنا الأخيرة معه رحمة الله عليه كان كثير أيضاً إيه يهتم بهذه النقطة، الإله الحلولي الحال في الطبيعة وفي الإنسان، والإله إيه وين نقطة الوسط؟ بدنا هذا الوسط، ما بدنا يكون متساماً بالكامل بحيث يغيب وننساه. يعني جان بول سارتر فيلسوف الوجودية الملحد كان يقول أنا لا أنكر يعني إيه وجود الله هكذا بالمطلق، ما فيش إله كذا، لا لا لا، الذي أقوله قال حسب دراستي الله في يوم من الأيام كان موجوداً وكان ينطق وكان يتصل بالإنسان ثم صمت، وهو ملحد الرجل، صمت بالكامل، لم يعد يسمع له صوت. أين هذا الإله؟ خلاص فقدنا، لسنا بحاجة إليه، سنعيش بدونه ونحن أفضل بدونه. قال لماذا؟ المسؤولية ستلقى على عاتقنا بالكامل، نحن الآن لسنا ذلكم الطفل الذي يعيش في رعاية أبيه أو أبويه، بالعكس
نحن أطفال بلا آباء الآن سوف إيه نجابه المسؤولية بحس المسؤولية الكاملة. انتهينا، أفضل لنا قال هكذا تنمو قدراتنا. أكثر ملاحظ عندهم إيه؟ هذه الفكرة، عندهم هذه الفكرة. لودفيغ فيتكنشتاين فيلسوف النمساوي ومهندس الشهير كتب مرة يقول إذا ظللنا نصر على أنه مفارق وسامن ومتعال عنا، هذا يلزمني قال أن أعلن له التحدي، أتحداك إذا هيك. أما إذا كان هو إيه منخرطا فينا مندمجا معنا كبشر في هذه الدار في هذه الدنيا قل بأس، هذا بعدين حنتكلم عنه. أما أن يكون إيه مفارقا وبعيدا وإلها مشخصنا، حضارة الحديث على فكرة لديها أزمة مع الإله المشخصن، مع أنه الدين التوحيدي في المسيحية في اليهودية تقريبا يكاد إيش يعطيك إيه، وخاصة اليهودية، خاصة اليهودية المسيحية أقرب إلى إيه إلى صورة ملطفة. ليش؟ التجسد، التجسد. يعني هيجل لما آمن برضو فيلسوف الجدلي الألماني لم يؤمن بإله مفارق وسام أبدا، بالعكس الإله متجلم في الطبيعة وفي الإنسان، وبالعكس هو طرحه على أنه يتطور، حتى انتبهوا يتطور، مش تطور في ذاته، يتطور في تجلياته عبر التاريخ وعبر الإنسان. قال هذا الإله إيه؟ الذي أؤمن به الجايست هذا، وفسر التجسد المسيحي بهذه الطريقة، قال أقبله، أقبل مفهوم التجسد المسيحي بهذه المقاربة. لكن إله اليهودي اللي هو فعلا أشبه بشخص مشخصا بشكل يعني شبه تام، مرفوض، مرفوض في الفكر الأوروبي الحديث، مرفوض تماما، مشكلة معه طبعا، لديهم مشكلة مع هذا الإله المشخصا، يطلبون إلها إيه غير مفارق، كلهم هكذا. على كل حال نعود، فقلنا الطرح إيه الفلسفي لسبينوزا مخالف للطرح إيه تبع ديكارت، مخالف من وجوه كثيرة جدا جدا. إله ديكارت إله برضو إيه أقرب إله الشخص أو المشخص، إله سبينوزا لا، هو إله الطبيعة، إله الوحدوي المندمج في الطبيعة وفي الإنسان في كل شيء، غير مفارق، غير. ولذلك هو واضح، قال واضح بذاته إذا أنكرته تنكر الطبيعة، تنكر كل شيء، تنكر نظام الطبيعة، أنا لا أنكره، يقول لك هو مؤمن إيه بهذه الطريقة، مؤمن بهذه الطريقة. هذا طبعا فيه إنكار العناية الإلهية، سبينوزا ينكر العناية الإلهية، العناية تكون من إله إيش مفارق، يرقب يسمع يبصر يرى يتصرف يتدخل. كما قلت لكم الديانات التوحيدية تتحدث عن تدخل سافر، وين هذا التدخل السافر؟ المعجزات، معجزات توقف الزمان، توقف الشمس، يحيى الميت، يخرج يسعى على قدمي، طعام قليل يشبع فردا، يشبع إيه 500 فرد عند المسيح في المعجزة الشهيرة، وأشياء مثل هذه. العقل العلمي بدأ يتشكك في هذه المسائل. نحن الآن في عصر العلم، عصر النهضة والإصلاح والعلم الحديث، والعلم الحديث نيكولاس كوبرنيكوس، يوهانس كيبلر، تيخو براها، غاليليو غاليلي، العلم بعدين نيوتن. لا، العلم الآن يتشكك في هذه الأشياء، يتشكك في هذه الأشياء. الفلسفة المسيحية المدرسية سكالستسزم كانت ترى أن الطبيعة لا يمكنها أن تقول شيئاً عن الله. عجيب، إيه؟ توما الأكويني صاحب الخلاصة اللاهوتية والأدلة الكثيرة، لا، هكذا كان يعتقد إيه مسيحي أوروبا الوسطيون، الطبيعة صامتة في هذه المسائل، لا يمكن أن تنبئك شيئاً عن الله وعن صفات الله. لماذا؟ لصالح إيش؟ صمتوا الطبيعة وسكتوا لصالح ماذا؟ الوحي، تعود إلى الكلمة، الجوسبل، الإنجيل، البيبل، هو يتكلم، الطبيعة لا تتكلم. العلم ماذا فعل؟ قال لا، الطبيعة تتكلم، الطبيعة تتكلم وتنبئ عن الله، وتنبئ عن الله وتشي بصفاته، وأنه قادر وأبدي وأزلي وكلي العلم وكلي الإرادة وكلي الحضور. نيوتن عبر بهذه الألفاظ. إذا صار في لدينا انكسار جديد الآن كمان، الطبيعة تقول أو لا تقول، اللاهوت تقول لا تقول، العلم يقول تقول،
مشكلة. في نفس في الوقت نفسه أيها الإخوة لا ننسى إيه؟ القرن السادس عشر قرن الكشوفات الجغرافية، صح؟ والمراكب البحرية والأساطير والسفر حول العالم واكتشاف إيه؟ موانئ جديدة وبلاد جديدة وتجارات جديدة. هذا شكل أيضاً إيه؟ مدداً جديداً للشك، لا نقول الإلحاد، لسه إلى الآن الإلحاد ما فيه. في القرن السادس عشر كلمة الإلحاد كلمة تقريباً محقورة جداً جداً، ولدت في القرن السادس عشر في فرنسا، محقورة جداً، لا يغامر أحد بأن إيه؟ يدعو الناس إلى تسميته بالملحد، عار كبير جداً جداً هذا. هذه الكلمة لما تصبح مقبولة يعني ممكن أن يتبجح بها البعض إلا في القرن الثامن عشر، قبل ذلك ممنوع، عار، كلمة مهينة، كلمة مهينة. واضح؟ لارتباطي بأشياء ذكرناها، الفساد المسلكي والخلق وكذا، وطبعا حتى الإلحاد كإنكار يعني كنفي، الإلحاد كإنكار إيه؟ أو كنفي. مع الكشوف الجغرافية وكثرة التسفار والترحال حول العالم، لاحظ الأوروبيون ماذا؟ أن هناك في العالم ثقافات أخرى، حضارات أخرى، أنماط حياة أخرى، أنماط إيمان، نظم إيمان مختلفة. فهذا ساعد على ماذا؟ على مساءلة الموروث. طب هل يكون دينه هو الدين الوحيد؟ دينه هو الصحيح والعالم كله خاطئ؟ وبعدين هذا عالم يعيش من آلاف السنين أيضاً، والصينيون هم يعيشون 5000 سنة وعندهم فلسفة وعندهم كذا ويعيشون أيضاً، ويحترم الكبير الصغير والابن أباه والصديق صديقه ومش عارف إيه، وعايشين سعداء وعندهم فكر وصناعة وعلم. فهذا عمل هزة للضمير إيه؟ الأوروبي، ضمير الديني طبعاً. وبعدين المخلص، هم يظنون أن عيسى هذا الرب يخلص البشر، لم يسمعوا بعيسى هؤلاء يوماً أصلاً، لا يعرف من عيسى، من هذا، إيش اللي يسوع هذا المصلوب، ولا يعرفون، فكيف يتخلصون؟ طب لماذا خلقهم الله لكي يعني يكونوا حطباً لجهنم؟ هذا أرقهم. وهذا ذكرنا أيضاً إيش؟ بمأساة إيه؟ فكرة الأنتيبود مع الكشوف الجغرافية. الأنتيبود شو الأنتيبود؟ الأنتيبود كان المسيحيون سابقاً قبل إيه الكشوف الجغرافية يعتقدون أن العالم منحصر في إيه؟ في رقعة معينة، هذه الرقعة أتى المسيح لتخليصها. الرقعة الإيه؟ المقابلة لها على الأرض، هذه ليس فيها أحد، خالية تماماً، ليس هناك بشر. الكشوف الجغرافية ومجلان والدوران حول الأرض وجد إيش؟ أن كل هذه البلاد فيها بشر، وهناك ناس، هنا ناس وهنا ناس. هذه الجهة الثانية تسمى أنتيبود، يسمونها الأنتيبود، الجهة الأخرى. فثار سؤال، من الذي يخلص الأنتيبود؟ يعني سكان الأنتيبود عمل لهم هذا إيه؟ أرقاً جديدة تماماً، مثل ما إيه؟ جوردانو برونو في القرن إيه؟ السادس عشر، هو أعدم 1600 بالضبط، يعني ختم القرن، شهيد القرن. هذا الرجل طرح فكرة فلسفية لم تكن علمية، فلسفية، معناه كان كاهناً، هو كاهن بريست، وطرح إيه؟ فكرة فلسفية، تعدد العوالم. هذه الفكرة مطروحة في الإيه؟ في الأدبيات الفلسفية اليونانية القديمة، مطروحة أعتقد عند أناكساغوراس، طرحها أيضاً هذا الفيلسوف عجيب هذا، طرح تعدد العوالم، إنه ليش الكون واسع، احنا شايفينه في نجوم كذا، ممكن في كائنات أخرى، ليه ما يكونش فيه؟ ممكن في بشر آخرين بيشبهونا أو بيختلفوا عنا، أكيد فيه، ليش ما يكونش فيه؟ بتساءل. فجوردانو برونو الإيطالي قال لك من الأرجح إنه فيه. طبعاً هذا مشكلة، وهذا إلحاد وهرطقة وزندقة، لأنه إذا كان فيه فالمسيح لم يصلب عندهم، وما فيش صليب، وما فيش خلاص، مع أنها النظرية كلها سقطت. توب يا رجل، عد إلى الله، اتقي الله، ما فيش فايدة. الرجل ركب رأسه، كان شاباً في الأربعين من عمره، شو جن 9 سنوات ثم أعدم حرقاً 1600، أعيد له الاعتبار في أخريات القرن العشرين تقريباً بعد 1990 بشي، أعاد له الاعتبار. وعلى فكرة كثيرون ممن أحرقوا في أوروبا الكاثوليكية تقام لهم الآن في روما في العقود الأخيرة نصب تذكارية، يعني يضربون لهم تعظيم سلام، وبالأمس أحرقوهم. أدركوا أننا كنا مخطئين في حرقهم. وبين مزدوجين أنا أقول جميل جداً أن تدرس كمسلم تاريخ الآخرين، نحن بشر أخير، بيننا مشابه كبيرة جداً جداً. لا تقول لي أوروبا سياق مختلف، شو أوروبا يعني إيه جنس آخر؟ هذا بشر مثلنا ونحن بشر مثلهم. حين تدرس تاريخ الأفكار وتطورها ومصائرها ومحن الأفكار المفكرين،
على الأقل ممكن تكون إيه معالم رؤية لما إيه لما ينبغي أن تتصرف حياله وإزاءه وكيف يكون عندك رؤية معينة كيف تتصرف. لا تكرر حمقات الآخرين. وعلى فكرة يبدو أننا إيه ننخرط في تكرار الآن في تكراره وبطريقة مشابهة إلى حد لافت إلى حد لافت. فالكشوف الجغرافية في نفس الوقت أيضا أثارت مشكلة أثارت مشاكل جديدة أيها الإخوة أثارت مشاكل جديدة. نعم العلم الحديث الآن عاد كما قلنا لكم نيكولاس كوبرنيكوس ضربة قاضية كانت الأرض مركز الكون والأرض فيها تجسد إيه؟ الرب في المسيح عليه السلام نور من نور إله من إله وحصل خلاص وحصل كذا الأرض مركز الكون ما في كلام. نيكولاس كوبرنيكوس قال غير صحيح بالأدلة والحسابات الشمس مركز الكون فانتقلنا من إيه؟ جيوسنتريك سيستم إلى هيليوسنتريك سيستم نظرية أو مركز نظرية إيه؟ مركزية الشمس بدل نظرية إيه؟ مركزية الأرض. في الأول نظام البطلمي الأرض هي المركز كوبرنيكوس البولندي قال لك لا الشمس هي المركز بعدين طلع لا الشمس ولا الأرض كلام فارغ حتى الشمس مش مركز إيه؟ الشمس مركز المجموعة الشمسية صح هي الأم للكواكب التسعة السيارة بس مش مركز الكون. وطبعا لم ينشر كتابه تبع كوبرنيكوس إلا بعد وفاته مباشرة حوالي سنة أو سنتين. من تأثر به؟ غاليليو غاليلي قرأ هذا وعالم كبير وعالم تجريبة أيضا وعنده فرضيات وعنده نظريات وعالم موهوب ألف كتابه في ثلاثة أجزاء حوار حول إيه؟ النظامين الكونيين وعمل مجرد حوار هو ولكن الكنيسة إيه لم يخفى عليها ذلك واضح أنه متعاطف على الأقل هو يتيح إيه؟ للقراء الاطلاع على حجج إيه؟ النظام الجديد وهذا لا يجوز إغواء للناس هذا استغواء العقل ومخادعة لا يجوز مثل ما حصل عند المسلمين أي شيء مخالف اسمه البدعة ممنوع نشر البدعة ممنوع محاورة البدعة ممنوع الرد على المبتدعة أنت لو رديت عليهم أنت تعمل لهم إيه شهرة أحمد بن حنبل كل كلام فارغ ما فيش شيء مات ما فيش شيء واحد قال شيئا وعدى كله كتب وكله سجل يا أخي يعني من أراد أن يتعاطى مع عالم الأفكار عليه أولا كل تواضع أن يعلم كيف إيه يعمل عالم الأفكار روح تعلم في الأول اقرأ شوي هيك عن عالم الأفكار كيف تعمل الأفكار ما تقول إيش تخلق عالم خيالي من عندك وتظن أنك إيه يمكن أن تهندس أفكار الجماهير لا تستطيع لا يستطيع أحد أن يهندس إيه أفكار الجماهير صح ولا لا حط لي آليات معينة أحرق الكتب أحرق المفكرين أحرق من طبعها كل كلام فارغ كله يعيش ما في شيء يموت كله يعيش كله يبقى ويبقي آثاره ويطلع قرنه كما أقول دائما فهذه الخطوات الانتحارية وحمقاء دائما وكما قلت أمس في الخطبة لماذا يصرون أن يفعلوا هذا في الشرق وفي الغرب في أوروبا والعالم الإسلامي أنا أقول لكم شهوة السلطة إنها السلطة يا أخي وعارف حاله حيفشل وفاشل وهو لا يخدم القضية حتى بهذا بس هو بده يثبت لك إن أنا عندي سلطة وأنا أمارسها ينتشي بهذا المسكين صعلوك هؤلاء صعاليك مهما كانوا هؤلاء يكونون صعاليك أمام قضية الحق والباطل ما فيش شيء موقع لك وإلي كلام فارغ أنا أنت من أنا اترك الحق يا أخي لا اترك الحق يصطرم على الباطل لا بده يمارس السلطة بده يعدي مقطع الرقاب ويحرق ويمنع ويحط إيه قائمة الكتب المحرمة هذه خطبة أمس حول تجريم الكتاب ما نزلت يمكن لليوم نزلت إيه شايف كيف ما ينفعش أوروبا فعلت هذا بندكس ليبروم روهيبتروم قائمة الكتب الممنوعة ليست اوف بروهيبيتد بوكس بالانجليزي اقول لك اندكس ليبروم روهيبتروم باللاتيني حط كل يوم كذا احسن شيء هذا خدم الكتاب قال تقرا التاريخ احسن شيء في اوروبا خدم الكتاب وخدم الهراطقة والملاحدة والمجدفين قائمة بسموها الكشاف او القائمة او الدليل قائمة الكتب الممنوعة ليش طيب؟ حب شيء المرء ما منع فقط يكفي أن تمنع شيئاً لكي تثير في الناس حمية البحث عنه والله العظيم وحمية الاعتقاد أنه قوي لا يقهر كما قلنا أمس هذا غباء لا تعطي الناس انطباعاً عن الحماقات أنها لا تقهر لما تبكي إزاءها طلع لي شيخ وقور كبير في السن يبكي عشان ولد صغير حكى كلمة عن الدين أبكي إيه يا بابا؟ تبكي ليه يا شيخنا يا مولانا؟
عزيز عليك دموع، عزيز علينا دموعك والله، ولكن تبكي ليه؟ ليه تبكي؟ ما بتبكي يا أخي، ناقش هذا الوليد المسكين هذا ابن شي، اقنعه. ها هكذا أوروبا، قائمة الكتب ممنوعة. فإيش يقول المؤرخون؟ وكانت قائمة الكتب الممنوعة خير إعلان وإشهار الكتب الممنوعة، أحسن دعاية كانت لها، أحسن دعاية. طبعا في ألمانيا تقريبا ما كانش في رقابة على الكتب وعلى الطباعة، تعرفوا ليش؟ بفضل التنوع. ألمانيا ما كانت دولة واحدة، كنا نسمع إيه بروسيا يقول لك فريدريك بعدين القرن 18 بروسيا، وفعلا هي تتاخم روسيا، بروسيا هذه تتاخم إيه بروسيا. وعندك ولايات أخرى كثيرة جدا جدا ومدن، يعني في حرب الثلاثين عاما أعتقد من 1618 ل 1648 صح، التي انتهت إيه بصلح مونستر اللي هو ضمن صلح إيه وستفاليا. حرب الثلاثين عاما السويد شفيدا هذه لحالها وحدها دمرت 15,000 مدينة ألمانية، ولايات كبيرة وفيها مدن كثيرة، ولا أدري ربما زهاء 80,000 قرية و2000 قلعة، شيء رهيب. فألمانيا هذه كانت إيه ولايات كثيرة، كانها دول في دولة. طبعا هذه إيه لها مذهب ديني، وهذه نزعة دينية أخرى، وهذه مذهب ثالث، وهذه كذا، فما فيش، ما ينفعش رقابة وما ينفعش منع. فاللي كان يحب يطبع يطبع وين؟ في ألمانيا. اللي يحب ينشر كتب ينشر كتب وين؟ في ألمانيا. ومثلها إيش؟ مثلها هولندا طبعا. في هولندا، هولندا فيها سبحان الله من يومها قبل حتى القرن 17 فيها نوع من إيش؟ من التسامح ونوع من الحرية الدينية. وين أشد المنع كان؟ في فرنسا سبحان الله الكاثوليكية. إنجلترا أحسن بكثير وضع فيها، ممتاز كان بالنسبة إيه. وكان دائما هذا فولتير يعيرهم يقول شوفوا إنجلترا، شوفوا إنجلترا وين، لولا إنجلترا هذه كان إحنا إيه انتهينا كجنس بشري، يقولون كان دمرنا خلاص، هذول الإنجليز أحسن ناس، إيه كان يعجب بهم وأفكارهم وتحررهم. فرنسا لا متعصبة كانت، تعصب رهيب. لذلك كما يقول ديورانت، ليش الثورة كانت في فرنسا مش في إنجلترا؟ قال من شدة الرقابة والمنع والحظر لم يجد البشر وأحرار الفكر إلا أن يثوروا ويحطموا هذا الحظر تحطيما عنيفا. ثورة ريفولوشن، ريفولوشن لازم. وأنا بقول من هنا بحذر كل الدول، كل الأنظمة اللي هي تضرب بيد من حديد وتخنق الناس، أنا أقول لها مرشحة أن يثار عليك والله العظيم. يعني شوف في الخليج العربي، أنا أعرف بعض الدول، الكويت مثلا بعيد جدا أن تحدث فيها ثورة، فيها حريات. الكويت أنا زرتها مرتين، حريات كثيرة جدا جدا يا أخي، حريات عجيبة، وحرية صحافة ونشر وبرلمان، شيء ممتاز. صعب جدا، لماذا يثور الناس؟ ماذا يريدون؟ لكن في دول أخرى مرشح أن تحدث فيها ثورة مدمرة. خففوا على الناس، خففوا خففوا، أدركوا مفهوم العصر، مفهوم الحريات، الديمقراطية، حرية الفكر، حرية الصحافة، الكلام، النقد. يا أخي أترك، أترك الناس تتنفس. وإلا في الأخير أنا أقول لكم درس التاريخ لا يخطئ، ما في هذا، ما حدث في أوروبا وكانوا أشد عسفا منا ألوف المرات، حرق وخوزق عنا ما في، ولكن ما في، الثورة دمرت كل شيء. فكان هؤلاء الفرنسيون ماذا يفعلون؟ يبعثون مخطوطاتهم إلى إيه؟ إلى هولندا، فتطبع هناك، ثم تأتي الموانئ، ميناء بوردو بالذات في فرنسا، وإذا بالباعة إيه المتجولين في الشوارع والطرقات، وتباع قال لك بكميات مهولة أكثر من أي كتاب آخر، لأنها ممنوعة، ممنوعة محبوبة. فتسرب. وهذا لم يفدهم شيئا، لم يفدهم شيئا. على ذكر حرب الثلاثين عاما أيضا، هذا من ضمن الأسباب التي ساعدت النزعات إيش؟ الشكوكية والإلحادية طبعا، يعني هذا حجة أخلاقية، قال لك إيش هالدين هذا؟ لأنه حرب الثلاثين عاما أيها الإخوة تورط فيها وسط أوروبا، بعدين شملت دول أخرى، بريطانيا نجت منها تقريبا تماما بأسباب دينية، وهي النزاع بين البروتستانت والكاثوليك. بعدين انتهت ايه نزاع سياسي بين النمسا وبين ايه فرنسا، لكن في البداية 30 سنة حرب متصلة، معارك، عشرات المعارك، مئات المعارك. في بعض البلاد مات ايه ثلث سكانها، في بعضها ثلثا سكانها، تخيل، وبعضه أكثر من ذلك. دمار كامل باسم الدين، كاثوليك بروتستانت، بروتستانت كاثوليك، وإلى متى؟ فالناس حين رأوا هذا ملوا، وصار في إيه فعلا نوع من التعزيز والدعم للنزعة إيه الرافضة للدين حتى للإله نفسه، نزعة إلحادية بسبب إيه ويلات الدين التي جرها إيه الدين والمتدينون. وهذا بقوله اليوم كمان نصيحة لإخواننا المسلمين حول العالم وخاصة العربي، اتقوا الله في الأمة والله العظيم، لا تكونوا سبب فتنة،
لا تؤرثوا نيران أحقاد. اليوم أنا أتوضأ يمكن لصلاة العصر أقول لنفسي يا عدنان إيش هنحمل المسعورة عليك هذه؟ وإيش السبب الحقيقي؟ أنا أعرف أنه في أسباب سياسية، مش أسباب علمية بالمرة أصلاً، وأنا أفهم هذا، أنا لست صغيراً. بعدين قلت أنا عارف ماذا، أنا أدفع ضريبة أنني لا أريد للأمة أن تحترم. وعجيب وبهز الرأس لحالي، حوار مونولوج داخلي أقول سبحان الله العظيم، رجل قاعد يعمل ضد نفسي وضد مصالح نفسي من أجل ألا تحترب الأمة، ألا تتمزق، ألا تتفجر هذه الأمة. هذا يحارب حربا شعواء، وفي المقابل سبحان الله يضرب تعظيم سلام لمن يعملون على تمزيق الأمة وتفجير الألغام، كل الألغام في الأمة. هؤلاء مشايخ على مذهب السنة وعلى مذهب كذا وموقرون وطيبون. قلت أما حماقة، والله حماقة، والله العظيم حماقة، نعيش حماقة أقسم بالله، يسجلها التاريخ الآن وسيسجلها فيما بعد. عجيب عجيب يا أخي. لكن إن شاء الله إن شاء الله الشباب الواعي اليقظ بعون الله تعالى يحول دون هذه الكارثة. ويقول عادة لسنا معصومين، نتحدث عن تاريخ أوروبا قاعدين منكبات باسم الدين والمتدينين والمؤسسة الدينية. لكن إن شاء الله الله عز وجل يحول به دون ذلك. فهذا كان أيضا ضمن الأسباب التي ساعدت على الإلحاد، الحروب الدينية، النزاعات الدينية. فولتير كان متواضعا قال لك ثلث أوروبا ماتوا. لا مش ثلث، لا لا لا، إذا هنا ثلث وهنا ثلثان وهناك أكثر، فيبدو يعني في المتوسط نقول النصف، نصف سكان أوروبا هلكوا في حروب دينية من أجل نقاشات وجدالات لاهوتية في الظاهر وفي الباطن، وحتما هذا هو السبب الأكبر. من أجل ماذا؟ مصالح وسلطة طبعا، من أجل المصلحة والسلطة طبعا. شو ما تقول لي عشان اللاهوت ما لاهوت، إيش هذا هو؟ أبدا، من أجل المصلحة والسلطة، كالبواعث التي حركت الحروب الصليبية على العالم الإسلامي، مصلحة وسلطة ونقود وأموال طبعا، وحل أزمات اقتصادية واجتماعية، هو هذا، وباسم الدين. وهذا يحدث شبيه منه الآن في العالم الإسلامي، باسم الدين وباسم الحق والحقيقة، مش صحيح، باسم مصالح سلطوية ومؤامرات شرقية وغربية يراد لها أن تطبق وأن تنفذ في العالم العربي. نسأل الله الستر، نسأل الله الستر. نعود، قلنا الحين نحن مع العلم الحديث، مع العلم الحديث نظرية مركزية الشمس الآن. جاليليو جاليلي لن نتحدث عنه، تعرفون كيف حدث له إقامة جبرية وحكم الرجل وتنزع عن أفكاره ومات وهو في الحصار في الإقامة الجبرية. في السنة التي مات فيها جاليلي ولد من؟ إسحاق نيوتن، 1642 مات جاليليو، جاء نيوتن مباشرة. نيوتن هذا شيئا كان شيئا يعني متفردا، شيئا قائما بحياله، هرم من العلم. لاحظ أن رينيه ديكارت طمح إلى الإحاطة بعلم شمولي. ما معنى علم شمولي؟ يعني يونيفيرسال، علم يفسر كل شيء، متمكن أن يفسر لنا كل شيء. العلم الشمولي في المنظور الديكارتي الرياضيات، نيوتن يحترم الرياضيات مثل كل عالم فيزيائي متمكن، ولكن قال لا، الرياضيات ليست علما شموليا. وصح، الرياضيات علم تحصيلي في الأخير، تحليلي. قال الميكانيكا علم شمولي في منظوري، قال والميكانيكا تتوسل ماذا؟ الرياضيات، رياضة آلة من آلاتها، آلة الرئيسة طبعا. قال العلم الشمولي هو الميكانيكا، وطبعا أبدع فيه الرجل، وأبدع بعض ما نعرف وتعرفون، قوانين الحركة الثلاثة الجاذبية، وفسر بها أشياء كثير جدا جدا في الكون، العلو والسفلي، ميكانيكا الأجرام والميكانيكا الأرضية. لكن الآن أيضا حدث افتراق جديد أشرت إليه قبيل قليل، وهو أن نيوتن أكد على أن الطبيعة ليست صامتة، الطبيعة تستطيع وهي مخلوقة لذلك ولائقة أن تخبرنا الكثير الكثير عن الرب. بالأحرى أراد أن يقول لنا نيوتن، كأنه في الأخير فعل هذا، أن ما لا تخبرنا به الطبيعة عن الله لا حاجة لنا به. عجيب، لأنه كان يوقر الكتاب المقدس ويقرأه، وله بعض الرسائل اللاهوتية أيضا، ليس في العلم، في اللاهوت الرجل، لكن لاهوته كان لاهوتا علميا إنجاز التعبير، هكذا سمي اللاهوت العلمي، ثيولوجيا علمية، اللاهوت العلمي. فأكد خلافا للنزعة المدرسية الوسيطة ولبراهين توما الأكويني أن الطبيعة تخبرنا عن الله، ومن ضمن ما تخبرنا
به أنه أزلي وأنه لا نهائي أبدي وأنه كلي القدرة وكلي العلم وكلي المشيئة وكلي الحضور وكلي الحضور. طيب، لكن للأسف النموذج الذي قدمه إسحاق نيوتن ومن سار في طريقه لله تبارك وتعالى، الصورة التي قدمها نيوتن لله صورة ميكانيكية، كأنه صانع آلة عظيمة اسمها الكون، آلة كفؤة تعمل بدقة ليست متناهية، دقة كبيرة جدا لكنها ليست أقصوية أو متناهية. صنعها ثم تركها. إذن الآن أيضا دخلنا إلى نفي العناية، هذا خطير، نفي العناية. كل هذا يساعد الآن ويبني منظورا جديدا للإيمان اسمه المنظور الربوبي. ديزم، ما معنى الربوبي؟ أن الله يؤمن به كخالق لكن لا يؤمن به كمشرع، كمعبود، كمعتنم بهذا الكون. لا، خلقه، وهذا أقرب إلى إله من؟ أرسطو. خلقه ثم تركه، هذا المنظور الربوبي، المنظور الربوبي ليس إلحاديا، بالعكس كما لاحظت كارين أرمسترونغ كيس فروم جاد، قالت الربوبيون كانوا متحمسين جدا للإيمان، بل كانوا مهوسين أو مهووسين بالإيمان. لا، ما كانوا ولا حدا، غير صحيح، شو بالعكس، يؤمنون إيمانا عميقا بوجود الله كخالق، كمبدع للوجود ولقوانين الوجود. وهذا مهم أيضا فيما قدمه نيوتن، إسحاق نيوتن، قال الله مبدع قوانين الوجود. وعلى فكرة هذه الفكرة نيوتنية لم يصرح بها في كتبه، صرح بها في رسائله إلى ريتشارد بنتلي، عالم الكلاسيكيات الشهير الإنجليزي، صديقه. وهذه الرسائل من أهم الوثائق التي تطلعنا على كيفية إيمان إسحاق نيوتن، رسائل مطولة مهمة لريتشارد بنتلي، عالم الكلاسيكيات الإنجليزي، صديقه وأحد مشاهير العصر، يعني كبار اللاهوتيين الذين تكلموا في القضايا الإيمانية. المنظور الجديد ثلاثة: سامويل كلارك، ريتشارد بنتلي، وإسحاق نيوتن. هؤلاء نجوم العصر كانوا، نجوم العصر الجديد. طيب، فنيوتن كتب يقول له: نعم، ليت شعري، هل الطبيعة أو الصدفة هي التي أدركت أن هناك شيئاً اسمه الضوء، وأدركت كيف ينحرف وينكسر هذا الضوء، وكيفت عيون الفراش والإنسان والنحل والنمل وفق هذه القوانين؟ يتساءل ويضرب أنماطاً من هذا التساؤل الذكي، والغير صحيح، ليس الطبيعة وليس الصدفة، هو شيء أذكى من كل هذه الأشياء، أذكى من من القانون نفسه ومن الأشياء المقونة لها القانون، بمعنى أنه الرب الخالق. فهذا تساؤل مهم جداً جداً على فكرة. يعني الداروانيون الجدد والقدماء قد يظنون أن لديهم جواباً نهائياً، غير صحيح. فكرة من الذي قنن القوانين إلى اليوم تطرح نفسها بقوة متجددة في العلوم الطبيعية وخاصة في الفيزياء والكوزمولوجيا، متجددة، قوة جبارة، من الصعب، وما فيش جواب فلسفي. حنشوف، مش لازم نستعجل حتى نتبجح برضو ونصادر، أما حد يقول لا فيه نقول له لا، احنا قناعتنا وسوف نناقش، ما فيش، ما يوجد جواب عن هذا الشيء طبعا، إلا بمناظير معينة شكوكية أيضا وبعضها عدمية، أنا أسميها عدمية، مثل منظور ديفيد هيوم، ومثل منظور كثير من الملاحدة الجدد الذين أنكروا تبعا لهيوم قانونية القانون. قال لك شو قانون طبيعي وقانون علمي؟ ما في شيء اسمه قانون علمي، كلها تكيفات عقلية في الخارج ونفس الأمر، ما في شيء اسمه قانون علمي أصلا، هذه الصيغة عقلية وهمية أيضا لمحاولة تفسير الطبيعة، تفسير في مخك هذا. وهذه نظرية عدمية وهذه النظرية لا تضرب برهان الإيمان بقدر ما تضرب صدقية ماذا؟ العلم، بل صدقية العقل ذاته. هذا هو. لذلك أنا مرة عملت محاضرة يمكن في 2004 ولا 2007 سميت الإلحاد فيها انتحار عقليا، وصفته بالانتحار العقلي، يعني قبل أن تلحد تماما بثقة كاملة لابد أن تنتحر عقليا، ما فيش ملحد يلحد ويكون واثقا إلا بعد أن يقوم بمحاولة الانتحار العقلي وينكر صدقية العقل ولياقات العقل، درى أو لم يدري. ولذلك إحنا لما نخش حتى في النقاش والمجابهة حنشوف يمكن أساس عظيم من أسس النقاش في هذه المسائل هو الأساس الإبستمولوجي، هو
مهم جدا جدا جدا. ما في، لا يمكن ان تدير نقاشا حول الايمان والالحاد دون ان تتورط ايه في الابستمولوجيا، نظريه المعرفه. العقل هل هو مؤهل لان يعرف باي قدر، باي حدود، ما مدى صدقيته، ما مدى كذا؟ هو مهم جدا جدا. بعض الملاحدة بكل بساطة يضحي بالعقل لئلا يستسلم لماذا؟ للإيمان. حتى ما تعقل خلاص ما في مشكلة، ينتحر هو، ينتحر عقليا. نحن هذا الخيار غير وارد عندنا أن ننتحر عقليا. تعرفون لماذا؟ لأن كل ما نملكه هو العقل، على الأقل قبل مرحلة الإيمان، لا أتحدث عن تجربة خاصة للإيمان. الآن كبشر كل ما نملكه، صحيح؟ في نهاية المطاف حتى الإلحاد هو مقاربة إيه؟ المفروض أن تكون مقاربة إيه؟ عقلية أو للعقل، لمسألة تفسير الوجود، صح ولا لا؟ مقاربة من المقاربات يا سيدي. نحن نحترم إيه؟ أن تكون مقاربة من المقاربات، مدى قوتها، مدى تماسكها، مدى جديتها، هذا يخضع للنقاش أيضا. أما أن تلغي صدقية العقل من أساسه هذا انتحار. يفعلون هذا، ما في قوانين، لأن نيوتن كان يفهم أنه في قوانين، وظيفة العقل الكشف عنها وصياغتها رياضيا. وظيفة العقل هي الكشف عنها وصياغتها رياضيا، مش إيجادها. العقل لا يوجد قوانين، يكتشف ويصوغها، أما أنه يخلقها يخترعها لا يستطيع، لأن الكون يسير بها، الكون مضبوط بها، محكم بها. وصياغة أو اكتشاف وصياغة هذه القوانين هما الأمران اللذان يمكنان من ماذا؟ من التنبؤ، أني أعرف إيش حيصير بكرة وبعده وبعده. أنا بستغرب هذا. المسيو لابلاس، بيير لابلاس، تو لابلاس، هذا الذي كان معاصراً لنابليون بونابرت، وكان عالماً كبيراً جداً في الميكانيكا والفلك والرياضيات، وكان عالماً ذكياً، وطبعاً استفاد من علم نيوتن وخالفه في أشياء خاصة في المنظور الإيماني، خالفه تماماً. زاره مرة نابليون، أعتقد 1804 أو 5، نابليون ذهب إليه يزوره، 1805 صح، يعني بعد موت كانت بسنة. ذهب إليه في بيته يزوره، شوف الإمبراطور نابليون بونابرت، ذهب إليه ورجل عنده إيش طبعاً إيه، شيء أشبه بقبة سماوية ومعمل وميكانيك وآلات وأشياء عجيبة، وعنده كتابه هذا في 6 أجزاء، كتاب في علم الفلك، وبدأ يشرح لنابليون عن الكون وصفاته المدهشة وانضباطه الحكيم و فنابليون صح فيه، من صنع هذا كله؟ طبعاً واثق أنه الله يعني نابليون، قالوا لا، كل هدوء قال له مسيو لابلاس، قال له هذا، هذه الفرضية لا حاجة لي بها، أنا ما أحتاج أن أقول أنه الله صنع هذا. فكان عنده منظور طبيعي، كان عنده إيه؟ لابلاس منظور طبيعي عكس نيوتن، معناها ما شافش إيه في داعي لطرح سؤال من الذي قنن القانون. فكان عنده منظور طبيعي وصدفي، أنه بالصدفة يعني بالمحاولات، زي محاولة داروين، خطأ الصواب، خطأ الصواب، وإعادة التوائم والتكيف، الكون أكيد عبر إيه؟ بلايين بلايين السنين نظم نفسه من نفسه ورتب حاله من حاله، وصار بعدين بهالطريقة. ما كانش هو هيك دائما، وهذا خطأ طبعا. الآن في العلم الحديث هذا مستحيل أن يكون صحيحا، في العلم المعاصر خاصة في الكوزمولوجيا مش صحيح بالمرة. هو شاف هيك، هذا منظور نيوتن، لا قال لا، نيوتن طرح سؤالا إلى اليوم لا يزال يطرح، وأحسن من يطرحه الآن عالم الرياضيات التطبيقية الأبلايد ماثماتكس، وعالم فيزياء مشهور جدا، وأخذ جائزة تمبلتون الأمريكية، هذه قارين جائزة نوبل، نوبل 1,200,000 تقريبا، وهذيك 1,500,000 أو 1,600,000، وتعتني هذه الجائزة الأمريكية، جائزة حقيقة يعني لافتة، تعتني بكل المحاولات العلمية التي تنخرط في نقاشات لاهوتية، موقف العلم من الدين، العلم من القضايا إيه؟ الدينية وإيش كذا، بس علميا عاد، وعلم علم، مش رجل الدين يبدأ إيه يتفلسف علميا، لا لا، عالم عالم يكون متخصص وكبير ومبدع في عقله، يقدم منظورا للقضايا هذه كعلم. فمهم ابحث عن الذين أخذوا تمبلتون هذا وشوف دراساتهم، مهمة جدا، علماء كبار على مستوى العالم، منهم بول ديفيز، هذا عالم الرياضة التطبيقية، أحسن من يطرح سؤال من الذي قون القوانين. هذا سؤال مهم جدا في الفيزياء، يطرحه دائما ويمشي مع تضميناته الفلسفية. فنيوتن كان إيه؟ ينطلق من هذا. لكن في مشكلة الآن، إيش هي المشكلة؟ غير العناية، غير ما يشيء بنفي العناية الإلهية، المشكلة أن الطريقة نيوتنية ومن سار إيه؟ في مساره هم كثيرون جدا،
حتى الفلاسفة كانت كان معجبا جدا بنيوتن، كان ينظر إلى العلم النيوتوني على أنه علم تام بيرفكت، ما في شيء أبدع وأكمل من هيك. تفسير الكون علميا نيوتن يقول كانت ما تستطيع أن تتجاوزه، كان معجب به إلى النهاية. المشكلة أن نيوتن وأتباعه جعلوا اللاهوت الدين العقيدة تحت رحمة العلم. لماذا؟ لأنهم بلوروا أو صاغوا صورة علمية لله، مش الصورة اللاهوتية القديمة، علمية. العلم بقول هيك، الله كذا لازم يكون كذا 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 كذا، واضح؟ طيب إيش الخطورة الآن؟ حنشوف إيش اللوازم وإيش التضمينات أيضاً والتوابع لهذه الصورة العلمية لله. خطيرة هذه، سوف تهز إيمان الناس بالله، وعما قليل في وقت قريب. ففعلاً هم جعلوا إيه؟ جعلوا اللاهوت تحت رحمة العلم، العلم المتطور المتحرك المتقدم، أليس كذلك؟ الذي يغير فروضه ويغير براهينه ويغير مناهجه أيضاً. فإيش هي التضمينات؟ إيش هي اللوازم؟ إيش هي التوابع والعواقب لهذا؟ هذا ما سنعرض له بحول الله تبارك وتعالى في الحلقة المقبلة. فإلى ذلك أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.